جميل، نروح للصورة اللي بعدها. اي هذا ما شاء الله، هذا مطرب الكويت وعوض دوخي، وله يعني نبرة ما في أحد الآن يقدر عليها. إيه ما في أبدا. التقيته ومع بعض؟ لا والله ما التقيت، بس تسمع أنا تسمع نهمته؟ إيه إيه سمعت نهمته. النبرة هذا لها يعني لها هزة حنجرة. نعم يا أم عمرين جزاك الله أكرمتين، ردي علي فؤادي أينما كان. الله الله مميز بهذه الموجات الصوتية في البحر. تقلد أو تجيد التقليد؟ أي جدا الله يرحمه. تقلد منه غير عوض دوخي؟ نسيت اسمه، غريد الشاطئ. غريد الشاطئ هذه اللي قام يسوي. شلون يقولها؟ أخوه بدر. بدر خورشيد. لا مو بدر خورشيد، أخوه غريد بدر. غريد الشاطئ. نفرج. عبد العزيز مفرد. شادي الخليج. ايوه اي شادي الخليج. شادي الخليج. وأخوه بدر صديقي. وأنا لما أسمع شادي الخليج يعني فعلا تحس أنه يتكلم كلام وطني. يردك عليه. شو يقول شادي الخليج؟ والله أنا ماني حافظ له، بس يعني لما تسمعه تعيش وطنك في الكويت القديم الجميل. صحيح. أيوة. خلنا نشوف الصورة اللي بعدها.